أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. في بداية الحلقة بتقدم باسمي وباسم قناة الصحة والجمال وبرنامج همسة مواطن بخالص التهنئة لشركاء الوطن الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وكل إخواتنا شركائنا في الوطن بخير، ويا ربنا يعيد علينا أعيادنا. ودايما زي ما قال سيادة الرئيس، طول ما احنا إيد واحدة نسيج واحد، محدش طبعا هيقدر علينا، مسلم مسيحي نسيج واحد، احنا دايما نسيج واحد متلاحمين مع بعض خلف قيادتنا السياسية. ويا رب دايما أيامنا كلها أعياد. طبعا الشهر ده بيحصل فيه أكتر من احتفالية، يوم طبعا قريبا يوم 25 عيد الشرطة المصرية. بس بقى أنا أي حد، وبقدم تهنئة برضو لرجال الشرطة البواسل، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم حماة الوطن. والله في عز الساعة دي وإحنا جايين على الطريق وراكبين عربياتنا ومقفلين إزازنا، هم واقفين عشان يحافظوا على الأمن الداخلي لمصر. كل التحية والتقدير والاحترام لرجال الشرطة حماة مصر من الداخل. كل سنة وهم طيبين. وبرحب بضيوفي النهاردة، ضيوف برنامج همسة مواطن، الكابتن أدهم النم. أهلا وسهلا بك كابتن أدهم. أهلا بيك يا فندم. أستاذ هشام نور الدين معالي المستشار، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا أهلا فندم. بحضرتك. وطبعا النهاردة احنا بنقدم لكم نموذج مشرف، كابتن أدهم النم، شاب بدأ يشتغل على نفسه، عنده طموح، أنشأ شركة أدهم فكري للتوريدات العمومية وأنظمة الحاسب الآلي. طبعا قابلته صعوبات كتيرة، ولكن رغم كل الصعوبات بقى الشركة لها نشاطات وليها أفرع كتير. النهاردة هو هيعرفنا عن نشاط الشركة. ياريت بقى حضرتك تدينا نبذة النهاردة. نرحب بيك الأول. أهلا بيك يا فندم. شركة أدهم فكري للتوريدات العمومية تعلن الشركة عن توريد جميع أنواع النخل البرح بأنواعه، واحد توريد جميع شتلات الموالح، المانجا والفواكه والعنب السيبيري والفليم، تجهيز قصور وفلل ومصانع نخل برحي ونخل منوع ورمان إيطالي، ثلاثة توريد الأعشاب المستوردة من الهند، توريد مواد غذائية، توريد الأدوات الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية، ستة توريدات زجاجات الزيت والمياه والكرتون، سبعة توريدات مضخات المياه والصرف الصحي. بدأنا من إسكان الاجتماعي من الحي الحداشر من مدينة العاشر من رمضان، شقة مستلمها من إسكان الرئيس السيسي. بدأت بمكتب بغرفة من ثلاث أوض، عملتها شركة وبدأت واشتغلت، والحمد لله الحمد لله، يعني ربنا وفقني يعني. اتفضل. طيب يعني ده الحاجات اللي حضرتك الشركة بتشتغل دي الأفرع اللي هم إيه السبع مقر بقى مقر الشركة مقر الشركة مدينة التواصل. العاشر من رمضان، الفرع الرئيسي مدينة العاشر من رمضان، الحي الحداشر، عمارة 25، شقة 16، الفرع الثاني الصلاحية الجديدة بجوار الموقف. طيب رقم بقى تليفون حضرتك عشان ينزل ان شاء الله معانا. 011 45 30 16 26. ده للتواصل لتقديم اي بتاعي. ده الشخص بتاعي، خدمه من خدمه. ده. والرقم الثاني 010 16 27 1019. دي الارقام للتواصل مع شركه ادهم فكري للتوريدات العموميه. معالي المستشار، بما انك المدير التنفيذي للشركه، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. وطبعا كان في من اكتر من يوم السبت تقريبا. نعم. الماضي. نعم. كان طبعا في مؤتمر. نعم. لحزب المؤتمر. مؤتمر لحزب المؤتمر. مظبوط يا فندم. كان تحت رعايه شركه أدهم النمر. مظبوط. وكان بيحضروا لفيف كبير من قاده الحزب بالعاشر من رمضان والمحافظه الشرقيه والمحافظه كلها. يا ريت حضرتك بقى تدينا نبذه برضو مختصره عن النمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه الى شهداء الوطن. تحية إلى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاء والمدنيين. كل عام والشعب المصري بخير وصحة وسعادة بعام 2020، وكل العام بالأخوة الأقباط أهل الوطن بخير وصحة وسلامة. عيد الميلاد المجيد، مسلم مسيحي الشعب المصري على قلب رجل واحد. أكيد طبعا أكيد. وهو الرئيس قال طول ما احنا على قلب رجل واحد. نعم. مفيش خوف. نعم نعم. إن شاء الله مصر تظل قوية
أنا بطالب برضو زي ما حضرتك قلت، نعم، الشعب المصري والشباب المصري لازم كلنا في المرحلة دي نلتف وراء القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا يا فندم خلف فخامة لازم الرئيس، كلنا يبقى على قلب رجل واحد. نعم. احنا شايفين المؤامرات اللي بتدور حوالينا، مظبوط، وشايفين الدول بيحصل فيها ايه، مظبوط، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حامي مصر وذكرها في القرآن بالحماية، الحمد وكمان لله. ربنا كرمنا بقادة بقائد عظيم حافظ على البلد، وبيساعدوه طبعا قادة قواتنا المسلحة ورجال الشرطة، احنا بنشكرهم. وكمل اتفضل يا استاذ. طبعا الكابتن ادهم رجل عصامي وراجل طموح وراجل مستثمر، وابتدى شركته من العاشر من رمضان، وابتدى حزب المؤتمر يرعى المستثمر الكبير الكابتن ادهم فكري تحت رعاية حزب المؤتمر. فكان عندنا يوم السبت اللي فات في مؤتمر، وحضرتك شرفت ونورته في العاشر من رمضان، وهذا المؤتمر أول مؤتمر على مستوى الشرقية يؤيد سيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا معاك يا ريس، كلنا معاك يا ريس. حتى الكلام ده قاله رئيس الحزب بالشرقية، لا أتذكر اسمه. اتفضل يا فندم. رئيس الحزب بالشرقية، أنا هرحب أولا برئيس حزب المؤتمر. قال برضو قال إن يمكن من أقوى الأمانات لحزب المؤتمر أمانة العاشر من رمضان يا فندم، بقيادة المستشار السيد بكر النجار. احنا بنقدم له هذا الرجل نشكره شكرا. كان المفترض يبقى معانا، بس المفروض بس لظروف صحية. احنا طبعا بنشكره. طبعا بخص بالشكر رئيس الحزب الربان عمر سميده، وكان هيكون حاضر معانا يوم، واحنا بنضم برضه صوتنا وصوت برنامج همسه مواطن وقناه الصحه والجمال طبعا، وبنشكر الربان عمرو سميده عمر كان سميدة. هيكون حاضر معانا ولكن كان معاه لقاء تلفزيوني في، بنشكر كل الرجال. نعم. الاحزاب الشرفاء في نفس اليوم اللي بيعملوا دائما لصالح الوطن. بنشكر الامين العام لمحافظه الشرقيه الاستاذ رفعت بيومي، حضر معانا هو الساده القادات العظيمه اللي موجوده، اكثر من مرحلة في مجلس الشعب. طبعا طبعا طبعا، 8 سنوات متتالية، 8 وقامة احنا 8 سنوات متتالية. نعم. والأستاذ محمد رمضان نائب أمين الحزب، والأستاذ محمود، الأستاذ عبد العزيز محمود، نخص بالشكر كل السادة الأعضاء اللي كانوا موجودين. وإحنا طبعا واخدين تقرير بس. نعم. هنعرضه بقى بعد الكابتن أدهم. بعد الكلمة دي إن شاء الله. النهاردة الكابتن أدهم عائلة النمر، يعني أنا طبعا كل عائلات النمر بشكرهم، وطبعا دول إخواتي وحبايبي، وكل مؤتمرات عائلة النمر وخاصة فواز النمر المراسل بتاعنا في صعيد مصر بشكره وبقدم له الشكر من منصتنا وبرنامجنا أمس مواطن. انت النهارده عندك كلمه عايز توجهها للسيد رئيس الجمهوريه. تمام، اتفضل يا كابتن. في بدايه الحديث، شركه ادهم فكري للتوريدات العموميه وانظمه الحاسب الالي فرع المواد الغذائيه وفرع المنتزهات، الشركه هي الراعي الرسمي للمؤتمر الذي تم اقامته بالعاشر من رمضان يوم السبت الموافق 4/1/2020 لتأييد وتفويض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافظة على الأمن والأمان داخل وخارج البلاد. ومن هذا المؤتمر نؤيد جميعا عائلات مصر وقبائل مصر ومؤسسات الدولة القرارات التي يتم اتخاذها، وعن جميعا مع الجيش والشرطة والقضاء في خدمة الوطن من أي وقت ومن أي مكان. نحن جنود مجندة في خدمة الوطن العظيم، الشعب المصري الذي لا يهزم. نحن أبناء الليل والفراعنة والشعب المصري على العدو الصهيوني. عائلات النمر تفوض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية مصر العربية لاتخاذ قرارات، أي قرار سياسي أو أي إصدار أوامر عسكرية لكافة جهات الدولة للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين داخل وخارج البلاد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الدستور وهو القانون، والله الموفق. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا كابتن أدهم، وإحنا يعني أنا بشكر كلماتك. أنا شفتك في المؤتمر كلك حماس، ولما تذكر كلمة مصر كنت بتقف وتدي سلام جمهوري
ولما تيجي كلمة الرئيس نفس الوضع، كنت بتقف وبتدي السلام الجمهوري. الرئيس أبونا، آه الرئيس ده أبونا، الرئيس يعني ربنا يبارك لنا ربنا فيه، ربنا يبارك لنا فيه، ربنا يبارك لنا فيه وفي كل القيادة السياسية وفي قواتنا المسلحة وفي شرطتنا وفي كل مخلص للوطن، سواء مواطن عادي أو بيعمل في الجهة التنفيذية أو السياسية، لكل مواطن مخلص لمصر له منا التحية والتقدير. نرجع تاني كابتن هشام معالي المستشار، بالنسبة للمؤتمر ده، المؤتمر رقم كام بالنسبة لحزب المؤتمر؟ بالنسبة لحزب المؤتمر في العاشر من رمضان يا فندم، المؤتمر الثاني، لأن أمانة العاشر من رمضان ابتدت من 3 شهور. لسه تم إنشاء. تم إنشائها من 3 شهور، وطبعا بفضل الله رب العالمين كان تاني مؤتمر من أفضل المؤتمرات اللي اتعملت على مستوى جمهورية مصر العربية، وبشهادة الأمين العام لمحافظة الشرقية وبشهادة الربان عمر سميضة، لأن ده راجل قيمة وقامة وكلنا بنحتفي ورا منه بأسلوبه في السياسة وبكلماته الجميلة. وكان في لقاء قبل كده طبعا احنا مع الرئيس في كل حاجة يقولها، كل قرار يقوله احنا مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جنود مجندة خلف منه. كابتن ادم، نرجع لكابتن ادم، انت كنت محضر فقرة بس للأسف بالنسبة للشيف جعيدي، انت كنت محضر فقرة اتذاع في المؤتمر. الشيف جعيدي ده فاحنا عايزين برضو نبزع عن الشيف جعيدي. الشيف جعيدي ده يا فندم عمل صينية اسمها البلولوقو، وحو يا وحو مائدة رحمن، انا هشتغل مائدة رحمن في جميع المحافظات، هنبدأ من مدينة العاشر من رمضان. وجبات سخنة للمصانع، توريد وجبات للمصانع. طبعا طبعا المنيو عندك حضرتك، الشيف جعيدي الوجهة، وعاملين تخفيضات على الوجبات 20% من شركة الأدم على الكميات. تمام، الوجبة تبدأ عندنا وجبة ب 35، وجبة ب 40، وجبة ب 45، وعندنا وجبة ب 55 وب 60 وب 65 جنيه. الوجبة دي للمصانع أسعار طبعا، بما إن العاشر من رمضان قلعة صناعية، فدي الحاجات دي بتقدر. والله هو إحنا عايزين نخلي الغلابة ياكلوا، هنأكل لحم البلد. العمال اللي في المصانع أكيد أكيد إخواتنا وأسرنا وكده. تفاصيل الوجبات من شركة أدم عبارة عن أرز زائد سلطة زائد خضار زائد خبز زائد لحم بلدي، والوجبة التانية عبارة عن أرز زائد سلطة زائد خضار زائد خبز زائد دجاج. الوجبة التالتة عبارة عن أرز زائد سلطة زائد خضار زائد خبز زائد أسماك. عاملين تخفيضات تحيا مصر على الوجبات 20% من شركة الأدم على الكميات، تحت إدارة شركة الأدم في فرع المواد الغذائية، مصنع وتعبئة وتغليف تحت فريق عمل متكامل مع الشيف جايدي. اتفضل يا فندم. طبعا حضرتك كلمة أخيرة بقى قبل ما نروح للتقرير. تمام، كلمة أخيرة تقولها لسيادة الرئيس، بما إنك من الداعمين، وتقول وتوجه كلمة برضو. كلمة احنا بنوجه كلمة لسيادة الرئيس، الشعب المصري كل وراك يا رئيس، عائلات النمر داخل مصر وخارج مصر وراك يا سيادة الرئيس يا قائد العرب. وطبعا بنشكر، عايزك توجه النهاردة شكر لكل عائلات النمر اللي كل وشكرا لكل عائلات النمر داخل مصر على وخارج طبعا مصر، على مجهودهم ان هم جوهم من كافة أنحاء الجمهورية العربية. تمام، عشان يحضروا مؤتمر العاشر من رمضان. تمام، فأنا بالنيابة عنك بقدم لهم برضو الشكر، كل الشكر لكل عائلات النمر اللي حضروا من كافة محافظات مصر، لو مني ومن أسرة البرنامج. وعائلات النمر تفوض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية مصر العربية لاتخاذ قرار سياسي أو إصدار أمر عسكري لكافة جهات الدولة للحفاظ على أمن الوطن. طبعا بشكر حضرتك داخل وخارج البلاد. كلمة بقى من عشان أروح لتقريرنا عشان وقتنا. اتفضل يا فندم. كلمة أخيرة سيادة المستشار، تقولي بقى لسيادة الرئيس. و أنا أقول لسيادة، بما أنكم حزب طبعا داعم، أناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع قبائل العربية، جميع القبائل العربية في جمهورية مصر العربية، وعائلات النمر وعائلات النجار وعائلات نجم وعائلات آل حمادة صقر وجميع عائلات مصر جمهورية مصر العربية خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جنود مجندة في أي إصدار قرار سياسي. طيب.
ياخدوا سياده الرئيس. لكم طلبات بقى في العاشر من رمضان او اي بصفتنا برنامج اجتماعي؟ طبعا طبعا يا فندم. طبعا 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 احنا طبعا بنوجه نداءكم على طول ان شاء الله. طبعا لينا طلبات طبعا في العاشر من رمضان من الجهاز المدينه ومن الشرطه. طيب ايه بعض الطلبات كده فعجاله اللي نقدر ان احنا نقدمها؟ اتفضل يا فندم. طبعا جهاز المدينه عندنا بسم الله ما شاء الله الاستاذ المهندس خالد شاهين قائم باعمال جهاز المدينه على اكمل وجه. بعض السلبيات اللي موجوده الاضاءه بتاعه الشوارع ده بنضم صوتنا ل طيب انا بوجه نداء للاستاذ رئيس مجلس مدينه العاشر من رمضان. الاضاءه يا فندم يكون في اهتمام باضاءه الشوارع ولا في اماكن معينه؟ لو عندك برضو اماكن معينه في معظم المجاورات والاحياء الجديده. طيب احنا ده مناشده من معظم الاحياء والمجاورات الجديده مناشده من حضراتكم النهارده لرئيس مدينه العاشر من رمضان والسيد محافظ الشرقيه. نعم. ان يكون في اهتمام اكتر باناره الطرق. نعم. خصوصا ان طبعا العاشر من رمضان قلعه صناعيه فلازم يبقى يكون فيها اهتمام لجذب استثمار اكتر. طبعا طبعا. بشكر حضراتكم، بشكرك كابتن ادهم، بشكرك معالي المستشار، كنت سعيد جدا بوجودي معاكم. شكرا جزيلا يا فندم. وشرفتوني ببرنامج همسة المواطن. شكرا. ان شاء الله يبقى لينا لقاءات وصولات باذن الله ودايما معاكم في العاشر من رمضان. طبعا احنا طبعا اعدنا لكم تقرير من المؤتمر في مدينة العاشر من رمضان لحزب المؤتمر برعاية شركة الكابتن أدم فكري للتوريدات العمومية. نروح للتقرير ونرجع لحضراتكم وفقرتنا التانية. أهلا وسهلا بكم في هذا الجمع الكريم. يتشرف حزب المؤتمر برئاسة الروبان عمر سميدة والأمين العام لمحافظة الشرقية الأستاذ رفعت بيومي ورئيس أمانة العاشر من رمضان المستشار سيد بكري النجار لحضوركم الكريم، حيث أن الحزب يرعى النماذج المشرفة في جميع المجالات ومنها في المثال شركة أدهم فكري للتوريدات العمومية والحاسب الآلي والمواد الغذائية في مجال الاستثمار. وتتشرف عائلة النم على مستوى الجمهورية لحضوركم مؤتمر الحزب لرعاية الشباب وتشجيعه على الاستثمار حيث تحت شعار مع النبي، وذلك بناء على تعليمات وإرشادات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيرا على خطام سيادته. الآن نستمع إلى كلمة ترحيب أمين حزب العاشر من رمضان المستشار سيد بكري النجار. حزب المؤتمر في العاشر من رمضان طبقا لتعليمات السيد الربان والسيد الامين العام بيرعى الشباب وبيرعى السيدات المعيلات، ومعانا امثله عظيمه في هذا المجال الشاب ادهم فكري النمر. كمان احنا ذكرنا الرجال، يجب أن نعرج على سيدات مصر. سيدات مصر هؤلاء السيدات هم من أعظم سيدات العالم كله. معنا سيدة فاضلة أولادها الاثنين مجندين في القوات المسلحة، واحد بيخدم في رفح واحد بيخدم في مدينة نصر بعد وفاة والدهم، وكمان معها بنت من ذوي الهمم. واعتقد سيدات مصر الافاضل يستحقون التكريم، فانا اسمحوا لي ان احييها واقول تحيا الامه المصريه السيده عزه اسماعيل. والان مع كلمه الاستاذ محمد رمضان نائب رئيس الحزب على مستوى الجمهوريه ورئيس لجنة التثقيف والتدريب من الحزب. حينما نتكلم عن الفلوس الصعبة والقاسية التي تحاك من مؤامرات خسيسة، يجعلنا نرتبط ونتماسك. أنا لا أقول
أن كل المصريين يوما وكل من هو في العالم ليس هناك حزب واحد، هناك شعب واحد. الأولى على مستوى المحافظة، الأولى على مستوى المحافظة. ليه؟ إحنا كلهم وجود الشام تلعبين اللي إحنا كل ممكن لهم كل تقدير واحترام وممكن للأمن العامة وجميعا شكرا لكم والسلام عليكم. طبعا انا بشكر حزب المؤتمر على هذا المؤتمر، وانا قلتها قبل كده بالنسبه لعيله النمر لوحدها بس ممكن تنجح الرئيس السيسي. طبعا في عائلات كتير، لازم كل شاب في مصر مش الناس الكبار يعرفوا الشباب الصغيرين ان الراجل ده صح وفعلا صح. طب ما تبص حواليك فين الامن زمان يا ملك؟ ما كانش حد بيدخل جوه السجن تحت ورا الشارع. كان بيخرج كان بتاخد عربيته وبتباع عربيته وهو واقف. اصل عندنا مفيش الكلام ده خالص. الشرطه المصريه بتتعب جدا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى الله نتوكل وكل عام وجميع الشعب المصري بصحه وسعاده وهناء. كل عام ورئيس مصر البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل عام وجيش مصر وشرطة مصر وقضاء مصر بصحة وسلام بقدوم عام 2020. نحن جميعا والحمد لله في تقدم وازدهار بوجود قائد عظيم وشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا القائد العظيم الحكيم شجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر. هذا القائد العظيم الحكيم لم شمل جميع الشعب المصري بجميع العائلات والقبائل العربية على مستوى جمهورية مصر العربية لحب وطنه، ونحن الآن في صدد لم يشمل عائلات النمر. نعم الاتحاد قوة، لابد أن نتفق جميعا إن الاتحاد قوة لنهوض مصر. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفقرة الأولى من برنامج همسة مواطن. برحب بزميلتي ياسمين جمال اللي طبعا للأسف كانت المفترض تبقى معايا من أول البرنامج، لكن لسوء حال الأحوال الجوية وطبعا كان في انزحام شديد في الطريق. برحب بك ياسمين، الحمد لله على السلامة. أهلا بك يا أشرف، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. رجعنا تاني لبرنامج همسة مواطن. برحب طبعا بالسادة المشاهدين حلقة البرنامج النهاردة إن شاء الله. زي ما شفتوا الفقرة الأولى كانت عن حاجة تخص الشباب، ومعانا برضو شباب برضو الفقرة التانية بس شباب من نوع آخر. معانا ضيفة الحلقة في ضيفة الفقرة دي الأديبة والصحفية والأستاذة، حاجات كتير قوي مش عارفة أبدأ بإيه فيها. الأستاذة سهام الزعيري، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. برحب بك يا دكتورة. ولكن قبل ما نبتدي حلقة بس يا أستاذ أشرف، قبل ما نبتدي الفقرة دي بس هنحب بس نهني الأخوة المسيحيين، كل سنة وحضرتكم طيبين وكل سنة وشعب مصر عظيم بخير. طبعا احنا داخلين الأيام الجاية على عيد الشرطة، فمقدما يا رب دايما شعب مصر يكون في خير وامان وامن وسلام يا رب العالمين. وبنهني طبعا شرطتنا وجميع وزاره الداخليه بالعيد القادم ان شاء الله، عيد الشرطه. على راسهم السيد وزير الداخليه طبعا. والله فعلا ياسمين هم يستحقوا ان احنا نقدم لهم مش الشكر بس، والله بجد احنا جايين في يعني في عز الساعه مقفلين عربيات ولابسين تقيل، ودورهم كان ملاحظ كمان في الشارع في الحراسات ساعه الكنائس. التحيه والشكر ليهم ياسمين والله. طبعا قبل ما اروح لدكتورتنا، طبعا احنا زي ما بنقول برنامج همسة مواطن برنامج اجتماعي بيناقش مشاكل وقضايا الناس. لما بنطرح قضيه والمسؤول بيستجيب معانا فيها او بنلاقي اي استجابه، فاحنا لازم تلقائيا بنقدم الشكر.
طبعا النهارده بقدم الشكر الاول للنائب عاطف عبد الجواد والنائب محمود ابو عزت وسياده النائب الدكتور عبد الرحمن وسياده النائب الكبير النائب مجدي بيومي على جهدهم ومجهودهم في المشروع اللي انا بعتبره مشروع كبير جدا، مشروع قومي، ان ندخل قريتين من قرى شرق النيل، ودول واقعين على ضفاف نهر النيل وكانوا بيسببوا تلوث كبير لنهر النيل، يدخلوا في خطه الصرف الصحي بتواصل الساده النواب مع السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اللي اول مره في تاريخها تحصل ربط قريتين بمجلس مدينه او بمكتب جهاز مجتمعات عمرانيه. وطبعا في بشكر برضو اخواتنا اهالي بني سليمان، الاستاذ خليل عويس والمستشار الاستاذ خليل عويس والاستاذ المستشار صبر عويس اللي اتبرعوا بقطعه كبيره من ارضهم لصالح البلد. وطبعا ده اجل حاجه النهارده ان انا اظهر صورهم معانا واقدم لهم الشكر. الناس طبعا تبرعوا بقطعه ارض من ارضهم كانوا بيزرعوها وكانت معاهم ليها فتره، الناس ما بيخلوش على اهالي بني سليمان ان هم يتبرعوا. فطبعا زي ما قلنا انا بشكر طبعا السيد رئيس الجمهوريه اللي هو كل المشاريع تمت في عهده، اللي مصر بتتقدم من نهضه لنهضه دايما في عهده. فكل الشكر لكل من ساهم في دخول الصرف الصحي لقرى شرق النيل. وطبعا بشكر الاستاذ علاء وهيب وبشكر الحاج صالح خليفه وبشكر دينامو واجهه الشرق اللي دايما قائم على خدمه ابناء شرق النيل، الاستاذ نبيل فرحان اللي انا بعتبره استاذي ومعلمي، له مني كل الشكر والتقدير لكل من ساهم ولو بكلمه في دخول انا بعتبره المشروع القومي الجميل، ان قريتين من قرى ضفاف النيل وقريتين كبار يدخلوا من الصرف الصحي. فكل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، كل الشكر رئيس جهاز مجتمعات العمرانيه. وطبعا زي ما انا بشكر انا برضو معلش طماح شويه وليا طلب عند الدكتور مصطفى مدبولي. وطبعا بشكر السيد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني اللي لسه ما كملش شهر بني سويف ولكن كان على قدوم الخير، لكل الشكر والتقدير. وليا طلب بقى بشكر، يعني انا زي ما بشكر انا طماح شويه، فليا طلب النهارده عند الساده النواب وعند الدكتور مصطفى مدبولي، لاني من ضمن قرارات السيد رئيس الوزراء ادراج جميع القرى الواقعه على ضفاف نهر النيل للصرف الصحي، في خطه الصرف الصحي عاجلا للحد من تلوث نهر النيل. فالنهارده انا عندي استغاثه من قريه تل ابو ناروز، ويمكن احنا هنشوف الصور دلوقتي، مخرجنا هيعرض لنا الصور دي للاسف لقريه على ضفاف النيل معظم الصرف بتاعها نازل على نهر النيل. احنا ادرجنا قريتين وبنتمنى ان القريه الثالثه تدخل، وبتمنى كل قرى مصر الواقعه على ضفاف نهر النيل بالذات ان يدخل لها الصرف الصحي، لان ده قرار من الدكتور مصطفى مدبولي بادراج جميع القرى الواقعه على ضفاف نهر النيل عشان نحافظ على مياه نهر النيل. مياه نهر النيل في دول كتير بتحصدنا على النهر الجميل النهر العظيم، فاحنا كمصريين عايزين نحافظ عليه. زي ما انتم شايفين الصور للاسف. انت طبعا انا بشكرك يا ياسمين وبشكر بشكر برضه الاستاذه بسنت البرديسي وبشكر كل من عمل معاه في البرنامج، لان احنا كان لنا صولات وجولات فعلا، دخلنا قوى كتير، نزلنا في قوى كتير وغطيناها ونزلنا المنيا الصرف الصحي. دي حقيقه فعلا. بشكرك وبشكر كل من تعاون معانا في البرنامج. ونرجع بقى لضيفتنا وضيفه البرنامج الجميله بنت عمي اللي انا بتشرف بيها، دكتوره سهام الزعيري. هي بتقول بلاش، هي بتحب كلمه الشاعرة والأديبة والصحفية وكاتبة، فهي كاتبة كده من أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. وموضوع حلقتنا النهاردة دور الشعر والأدب العربي في التأثير على الحياة العامة بالنسبة لمصر.
دور الشعر والأدب للتأثير على الحياة العامة. الحقيقة في 2019 كان في حراك ثقافي جامد قوي وكبير، ده شفناه في الصالونات الأدبية وشفناه في اللقاءات والملتقيات والندوات اللي كانت كتير قوي، اللي يمكن مش بس كانت في العاصمة في القاهرة، كانت في محافظات مصر كلها. والحقيقة ده بيدل على الوعي الجمعي والوعي الكبير للمثقفين اللي بدأوا ينهضوا نهضة كبيرة قوي بالثقافة وبالأدب وبالشعر. الأدب والشعر هم الهوية العربية. احنا عارفين طبعا ان احنا كعرب وكمصريين الأدب والشعر هم هويتنا، هم في الأساس ملكنا كعرب. فعايزة أقول كمان إن الأدب والشعر بيعملوا حالة من السلام، حالة من الحب، حالة من الخير. دايما الشاعر أو الأديب بيبقى جواه مشاعر حلوة، سواء كانت المشاعر دي بتخرج في شكل تعبيرات إيجابية أو تعبيرات سلبية. فالحقيقة أن الظاهرة في 2019 اللي عدت علينا كانت الصالونات الثقافية شكل رائع، بشكل رائع جدا جدا، وكان لها هدف بناء. عايزين حضرتك تكلمينا عن فكرة الصالون، يعني الصالون ده بيفيد في إيه؟ ويعني احنا فعلا شفنا زي ما حضرتك بتقولي فعلا ان هي منتشره بطريقه كبيره جدا، فعايزين ناخد جزء صغير من حته فكره الصالون دي، عشان انا هخش حضرتك من ناحيه المراه في الشعر، لان انت عارفه حضرتك انا منحازه جدا من الموضوع ده. حضرتك هتبقى اكتر طبعًا واحده هتقدري تتكلمي في الموضوع ده. انا عايزه اقول ان الصالونات اللي كانت كتير قوي في 2019 وان شاء الله تستمر في الفتره اللي جايه، لان انا زي ما قلت هي بتعمل وعي جمعي، خاصه ان انا من خلال وجودي في الصالونات، يمكن انا ما حضرتش، جالي دعوات كتير جدا جدا، ما حضرتش 5% من الصالونات المقامه على العاصمه او في القاهره او في الجيزه، لكن عايزه اقول ان الصالونات اللي انا حضرتها تحديدا كان فيها فئات المجتمع كله، من المثقف وانصاف المثقفين، من كل فئات المجتمع، سواء كانوا في التدرج الوظيفي والكلام ده كله. الدعوات كانت بتبقى عامة، العربية طبعا كله الدعوات كانت بتبقى عامة، فبالتالي الوعي والثقافة بتوصل لكل الناس. احنا حتى لو اتكلمنا عن قصة ثقافة او كلمة ثقافة، كلمة ثقافة معناها معرفة ووعي، معرفة ووعي. والكاتب دايما الكاتب او الشاعر بيبقى ليه تأثير في المجتمع المصري. طبعا الصالونات دي كانت حاجة رائعة. الكاتب بيبقى ليه كلمة كبيرة جدا طبعا ومؤثرة. طبعا ده مفكر، ده لسان حال المجتمع، ده ضمير المجتمع. الدراما التلفزيونية طبعا والأعمال والسيناريوهات اللي موجودة اللي بتشاهد هبوط طبعا ما هي بتشاهد هبوط. بس أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، أنا دايما بحب أبص بس أشرف بيه، أنا دايما أحب أبص للجانب الإيجابي. أنا لا أنظر للجانب السلبي على الإطلاق. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك أن سنة 2019 بما فيها من حراك ثقافي وبما فيها من نشاط كبير كتير جدا جدا، يعني أنا عايزة أقول لحضرتك أن توصيات كتير خرجت من الصالونات. هرجع لحضرتك في موضوع دور الصالونات وتأسيس الصالونات والكلام ده عمل إيه؟ التكوين نفسه. الكلام ده عمل حالة من السلام الداخلي داخل المجتمع، الكلام ده نشر حالة حلوة جدا داخل المجتمع. على فكرة ما فيش مبدع ولا في مفكر ولا في مثقف ممكن يبقى متطرف، فدي في حد ذاتها حالة عظيمة جدا جدا. انت على فكرة جاوبتيني على سؤال كنت لسه هسأله لك، دور الشعر والأدب، يعني دور الشعر والأدب بالنسبة للمجتمع في مناهضة الفكر المتطرف. طبعا مش كمناهضة فكر متطرف، أنا أقصد يعني زي ما احنا عندنا الإعلام بيبقى مرآة بتعكس الواقع، طبعا اكيد الادب والشعر بيعكس مميزات للواقع. طبعا فكنت عايزة الادب والشعر ليه دور كبير جدا 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 كلسان حال المجتمع. تمام. كضمير المجتمع. جميل جدا المصطلح ده. يعني انا عايزه اقول كمان ان الادب والشعر دول مهمين جدا جدا لنقل حالات ونقل افكار ونقل هويات ونقل ثقافات مجتمع بحاله. انت حضرتك لما عايزه تتعرفي على شعب، اتعرفي على ثقافته في شعره، في ادبه، في السينما، في لبسه، في اكله، في تعاملاته. هي دي ثقافات المجتمع، ثقافات المجتمع. الهويه بتاعه المجتمع هي طريقه حياته. احنا كعرب
أو كمصريين عمر هويتنا ما هتتغير، لأن إحنا شعب أصيل وإحنا أصل الخليقة، إحنا شعب عندنا حضارة 7000 سنة طبعا. إحنا الأصل، إحنا الأصالة. في كل مرة أكون ضيفة معاك يا أستاذ أشرف أقول إن إحنا ما عندناش لاجئ سياسي، أقول إن إحنا ما عندناش، إحنا اللي عندنا الوافدين، الوافدين اللي عندنا كلهم ولاد مصر. مصر فتحة، مصر أم الدنيا طبعاً. مصر فتحة درعتها وأحضنها لكل الناس طبعاً. إحنا عندنا على أرض مصر دلوقتي كام دولة وكام ناس مقيمة من دول عربية ومن دول أفريقية ومن دول بيشعروا بلدهم. أنا دايما بلتقي معهم في الصالونات الثقافية، دايما بيقولوا الحالة الحلوة والاندماج واللي احنا مش حاسين بقى في السياسة، مش حاسين والانصهار اللي بتدافع عن، مش حاسين ان احنا غرب في مصر أم الدنيا. للأسف في تركيا يعني ما بيدخلوش اللاجئين في الا في مخيمات. انت حضرتك دخلتنا الجزئيه مهمه. لا انا عايزه يعني اعتقد على انا عايزه بس اقول لكم على حاجه، في حاجه مهمه جدا جدا، في حاجه مهمه جدا في ثقافتنا في حاجه مهمه جدا للمراه، لان اغلب اللي بيقعدوا قدام التلفزيون هي السيدات زي صح. ما احنا عارفين المسلسلات التركي والمسلسلات بتاعت الثقافات التانية المفروض ان احنا من خلال منصتك المحترمة ومن خلال برنامجك المحترم نقدم همسة للمواطن، ونقول للستات وبنقول للشباب ونقول للبنات ما تتفرجوش على المسلسلات التركي والثقافات التانية، حاولوا تتفرجوا على الحاجات بتاعتنا هويتنا. وعايز اقول ان الحاجات دي، اقول لحضرتك على حاجة، اتفضل. احنا زمان كان كل الدول العربية بيتفرجوا على حاجاتنا، كان بيتفرجوا على الدراما على المصرية. درامتنا طبعا للأسف احنا طبعا طبعا الدراما المصرية يعني انا مش عايز اقول، انا عايز اقول لحضرتك احنا بنبص للجانب الايجابي، احنا في بصيص امل كبير جدا جدا. احنا زي ما بنوجه برضو في بصيص امل للمواطن، احنا بنوجه في بصيص امل كبير جدا جدا الفنية بالنهوض بالنهوض بالدراما المصرية والإعلام المصري طبعا. في بصيص أمل كبير، رقم واحد والدراما المصرية كانت رقم واحد طبعا 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 الدراما المصرية ده جزء كبير من ثقافتنا. احنا زمان لما كنا بنسمع مسلسل كانوا بيقولوا مسلسل كذا جاي طبعا طبعا، يعني مسلسل زي أرابيسك طبعا طبعا طبعا. وبعض الافلام اللي غيرت بعض القوانين زي اريد حلا وشقه من حق الزوجه، حاجات كتير قوي غيرت بعض الحاجات دي، يعني ثقافه مجتمع، دي تاثير في المجتمع. ده الكلام احنا بنقول عليه، لكن في بصيص امل يا فندم، في بصيص امل ان شاء الله في طاقه ايجابيه جدا جدا في الاستاذه سهام صح. ميرسي لحضرتك جدا. انا دايما دايما نهجي والله هم كل الصلاة الثقافيه، وعشان كده طبعا 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 دايما نهجي هي النظرة الإيجابية، دايما نهجي هو النظرة الإيجابية، ما بحبش النظرة التشاؤمية إطلاقا، وده هو اللي بيجيب حالة من حالة من الإجادة في العمل. أنت لو بصيت للأمور بتشاؤم أنت مش هتعمل حاجة، أنت لن تنتج إبداعا. وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا نتمنى من القائمين على الصالونات الثقافية أن هم يستمروا، وأن الصالونات دي تزيد، وأن الحراك الثقافي ده يزيد، لأن ده وبتمنى كمان داخل الحراك الثقافي الثقافة في بعض القصور الثقافة وغير للأسف. قصور الثقافة لا قصور الثقافة وغير المكتبة في المكتبات العامة قامت بدورها بس يعني أنا عايز أقول لحضرتك على احنا عايزين برضو نبص للنظرة الإيجابية اللي حصلت في 2019 يا فندم، عايزين نبص برضو للنظرة الإيجابية اللي حصلت في 2019. حقيقي قصور الثقافة قامت بدورها وفتحت قصور الثقافة، المكتبات العامة قامت بدورها، الأندية ومراكز الشباب قامت بدورها، كان في دور كبير. وحضرتك في ما تنساش ان حضرتك حضرت عدد كبير طبعاً. من الصالونات وعدد طبعاً. كبير طبعاً. من المؤتمرات، وأنا وحضرت لي حاجات زي كده كتير طبعاً. طبعاً. طبعا انا عايزه بس بشجع حضرتك ومن ضمن طبعاً. المحبين طبعاً. واللي بيحبوا طبعاً. يحضروا طبعاً. وما بيخافوش عن حضرتك الا لما يكون طارق، لان دايما لما بحضر صالون حضرتك انا بستفاد، بقابل طبعاً. ثقافات وفكر طبعاً. تاني أفكاري. انا بستفيد أفكار من الصلوات الثقافيه دي بافكار كتير طبعا طبعا، بنستفيد طبعاً. من بعضنا طبعاً. كافكار طبعاً. انا عن نفسي بتعلم من الصلوات الثقافيه طبعاً. بس بقى في حاجة مهمة جدا، احنا محتاجين نشر الوعي الجمعي، نشر الوعي الجمعي لأهل مصر،
بانهم لازم ياخدوا بالهم قوي من المنصات الالكترونيه والحاجات المعاديه والحاجات اللي بيمتلكها بعض الاشخاص وبعض الجماعات الارهابيه، يبقى عندهم يعني خاصه في الصالونات وفي اللقاءات الفكريه يبقى في جزء وعي لده، جزء وعي لده ان احنا نبعد عن حتى القنوات الفضائيه المعاديه لمصر، نبعد عن الحاجات دي. ده دور برضو المجتمع، دور المجتمع زي جنب دور الحكومه، كإعلامي. دورك كإعلامي، دور المجتمع، أنا لما بقعد في دور الصالونات، دور المجتمع المدني، في ناس فعلا أدوار كتير، كلنا لازم نتكاتف، إحنا كلنا كأهل مصر لازم نتكاتف بإبراز دور دولتنا، بإبراز ما تم ما فعلته الدولة وما تم من بنية تحتية، من تنمية مستدامة، ما تم من مشروعات ضخمة. يعني إحنا النهاردة أنا بشكر حضرتك، بشكر طبعا السيد رئيس الوزراء لما يدخل قريتين والتالتة بنطالب بيها للصرف الصحي، ده في مركز بس، شوف كم قرية أدرجت، ده حاجات مشاريع عملاقة بتتكلف ملايين الملايين، فاحنا شايفين فعلا النهضة طبعاً في نهضة بيها المواطن طبعاً. ولازم المواطن يبقى جنب المسؤول، لازم المواطن يبقى جنب المسؤول، ولازم المواطن يشعر المسؤول بيعمل ايه، ده مهم جدا. طب نرجع الوعي للشعر والادب، نرجع للشعر والادب حضرتك معلش على كتابك اللي هو كتاب معشوقتي. معشوقتي معشوقتي مس. طيب عايزين حضرتك تكلمنا عنه. الحقيقه انا يمكن دايما اخلط ما بين الشعر العاطفي وما بين الشعر الوطني، يعني دايما لما بعمل كتاب، ويمكن بفضل الله انا ليه حابه 2019، انا في 2019 كان ليا 3 اصدارات، الاصدار الاول كان بعنوان وتسكب الكلمات، الاصدار الثاني كان بعنوان اهداني الزمان، والاصدار الثالث معشوقتي، وهي معشوقتي هي مصر، ومش معشوقتي لوحدي طبعا، عشان الوطنية ليست حكر على شخص، معشوقتنا كلنا 100 مليون وشوية، هي معشوقة الكل، تمام. وكل من يقرأ قصائدي بالديوان يقرأها لنفسه إن مصر هي معشوقته. فعايزة أقول إن عشق الوطن ده فرد وعبادة وحاجة مهمة جدا، ويعني أنا دايما أقول هو رزق من الله، كتابة الإبداع والشعر هو رزق من الله وليس من صنعي طبعا. فالحمد لله. فعايزة أقول لحضرتك مؤخرا أنا كان لي الشرف إن حفل توقيع ديواني معشوقتي كان في مؤسسة دار الهلال، المؤسسة الصحفية طبعا العريقة اللي تابعة للهيئة الوطنية للصحافة. طبعا مين ما يعرفش مؤسسه دار الهلال؟ مفيش حد ما يعرفش، كلنا نعرفها، كلنا قاعدين عليها كصرح كبير، احنا كلنا تربينا على مجلتها ومجله سمير وميكي طبعاً. والحاجات طبعا العظيمه. كان لي الشرف وكرم من الله اني تعمل حفل توقيع الديوان وتدشينه في مؤسسه دار الهلال، وان شاء الله طبعا بنعلن برضو عن تدشين مؤتمر للقبائل العربيه، احنا طبعا كل سنه يوم الوفاء الوطني ورد الوفاء الوطني، حضرتك كنت المنسق الاعلامي السنه اللي فاتت معانا، والسنه دي ان شاء الله حضرتك المنسق الاعلامي معانا باذن الله. سهام طبعا ربنا يبارك في حضرتك، عضو في جمعيه شهداء الشرطه والجيش، ربنا يبارك. وطبعا ان شاء الله احنا معاك، وبرنامج امس المواطن بيبقى ليه الشرف لتغطيه مثل طبعاً هذه المؤتمرات طبعا 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 طبعا، وانت ابن القبائل العربيه، وانت من الاعلاميين المحترمين الشطار اللي انا الحقيقه بثق فيك، ربنا ان شاء الله يوفق الجميع. وعايزه اقول ان كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والاخوه واخواتنا اخواتنا وشقائنا واشقائنا المسيحيين شركاء الوطن طبعا طيبين، وكل سنه والشرطه المصريه الوطنيه بخير وطيبه، وكل سنه ومصر كلها بخير يا رب علينا جميعا. بشكرك دكتوره، مخرجنا طبعا بيبلغنا الوقت، وقتنا خلص، بشكرك ياسمين، بشكرك يا اشرف، وبشكر كل الساده المشاهدين طبعا، دايما وقتنا ما بي احنا عايزين ساعات مع حضرتك. بأمانة وبصراحة أنا بنستفيد من لقاءات حضرتك ومن ثقافة حضرتك. في نهاية الحلقة بشكر السادة المشاهدين، وزي ما عودناكم برنامج همسة مواطن صوت المواطن لدى المسؤول، بنتواصل مع السادة المسؤولين، بنحقق بنجتهد لنصل وإياكم لحل في همسة مواطن، وترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.